الملك، وأنا كذلك أيضا. كأنهم لا يمشون على الأرض. نعم هذا صحيح. الفرسان، لابد أن أكون مثلهم يوما ما. اسمع ما سأقوله يا بني وافهمه جيدا. سافر إلى باريس، وهناك مهما حدث لك عليك أن تتصرف بشجاعة وحب لأصدقائك. الصديق سيكون دائما معك يا ولدي مثل سيفك، فلا تتخلى عنه لكي لا يتخلى عنك. احفظ ذلك في قلبك وعقلك، وفقك الله. اذهب يا بني. لن تسمع عني إلا ما يسرك يا أبي. انهض وقاتل بشراكة. القتال بين حرس النبيل ليشيديا وبين فرسان الملك. انتصروا أيها الفرسان الثلاثة. هذه المبارزة غير عادلة، خمسة ضد ثلاثة، أحدهم جريح. ها؟ والآن يا آتوس، أما زلت تظن أنك قادر على النيل مني رغم جراحك؟ أنت واهم. جوساك، أنت مغرور. يبدو أن الهزيمة لم تقصر لسانك، لذلك سأضطر آسفا لأن أقضي عليك. هل أنت مستعد؟ من أنت أيها المتطفل؟ دارتينيان من غاسكينو. جرب سيفك معي، هيا. لا تغامر بنفسك. غاسكينو، اسمع أيها القروي، هل تظن أنك يمكن أن تكون ندا لي؟ أنت واهم يا هذا. لقد أخطأت أكبر خطأ في حياتك أيها القروي الساذج. شكرا لك. ها؟ شكرا للمساعدة أيها الفارس. أنت بارع حقا. لا تبالغ أيها السادة، لم أستطع أن أرى هذا المتوحش يهاجم جريحا. وجب علي على كل حال أن أشكرك. شكرا أيها السيد، ما اسمك؟ اسمي دارتينيان، أنا قروي من بلدة غاسكينو. الفرسان الثلاثة هم أتوس وبورتوس وأراميس. كان حلم دارتينيان أن يلتقي بهم بعدما سمع عن بطولاتهم وشهامتهم، فكيف الآن وقد أصبح صديقا لهم؟ وهناك في قصر اللوفر سمع الملك لويس الثالث عشر أن دارتينيان والفرسان الثلاثة قد انتصروا في معركتهم ضد حرس النبيل ليشيلو، فدعاهم إلى القصر وبالغ في إكرامهم. رائعون جدا أيها الفرسان، انتصرتم على حرس ليشيليو، هذا جيد جدا، بل رائع أن تحققوا نصرا على حرس النبيل ليشيليو. أنتم فرسان الملك، ومع ذلك لا أسمح بالصراع بين فرسان المملكة. لم أفكر أن ملكنا سيعطينا كل هذا الذهب. الملك لا يبخل على فرسانه أبدا. لقد أعطاني وسام الفرسان الأبطال لأنكم دافعتم عن سمعة فرسان الملك ضد من أراد النيل منهم. شكرا جزيلا أيها القائد. إنه وسام الفرسان، وسام الأبطال، وشرف فرسان الملك، عنوان صداقتنا حتى آخر العمر أيها الفرسان. إنه عهد الصداقة، عهد فرسان العدل. ومضت الأيام والأشهر، ودارتينيان وأصدقاؤه على هذه الحال.
جاء أخوك باكنغوم. لماذا عرضت نفسك للخطر يا أخي؟ فالملك غاضب جدا منك. لقد أتيت لكي أودعك قبل أن أسافر يا أختي. أصدر الملك قرارا اليوم ينفيني فيه إلى خارج حدود المملكة. ما كنت أعلم أنني إذا هزمته بالمبارزة سيغضب كل هذا الغضب ويصل الأمر إلى هذا الحد. كيف دخلت إلى القصر يا أخي؟ لقد أمر الملك الجميع بمنعك من دخوله. تنكرت بزي مصففة الشعر وخدعت الحرس ودخلت إلى غرفتك. هل سترحل الآن يا أخي؟ لابد من إطاعة أمر الملك. أمسك هذا العقد، غال علي وكأنه جزء مني. خذه معك إلى منفاك يا أخي، ربما لن أراك ثانية. خذه يا أخي. الوداع. الملكة آن التقت أخاها باكنغوم في القصر وتحدثت إليه. لقد خالفت الأوامر كما أنها أهدته دموع إسبانيا، وأهدته أيضا عقد دموع إسبانيا هدية زوجها لها. هكذا الأمر جيد. سألف هذا العقد حول عنقها وعنقه حتى يختنقاه. كان ليشيلو يكره الملكة القروية التي أحبها لويس 13 في إحدى رحلات صيده، وحملها إلى القصر لتصبح سيدته. نجحت في إبعاد باكنغوم وبقيت وحيدة أيتها الملكة القروية المتعجرفة. راح يفكر ليشيلو بحيلة جديدة، ولم يجد بابا إلا العقد. أما دارتنيان فكان يتابع حياته بصورة عادية. سيد دارتنيان، تصبحين على خير أيتها الآنسة. انتظر قليلا سيد دارتنيان. ماذا تريدين يا آنسة؟ الأمر مهم جدا. ماذا مهم؟ أيتعلق بي أم بك؟ لا بي ولا بك، الأمر يتعلق بسيدة جلالة الملكة آنو. الملكة آنو؟ ما نوع الخدمة التي تشرف بها جلالة الملكة آنو الفارسة دارتنيان؟ الملكة واقعة في ورطة كبيرة. الملكة في ورطة؟ بماذا تفكر الملكة؟ لا شيء يا مولاي، أنا حائرة بما سألبس في حفل التتويج القادم وحسب. أها، ما رأيك أن تلبسي العقد الذي أهديتك إياه في عيد زواجنا الماضي؟ ماذا؟ عقد دموع إسبانيا؟ نعم، لقد نبهني ليشيلو أنك لم تلبسي هذا العقد منذ مدة طويلة يا جلالة الملكة، وأنا أريد أن أراه حول عنقك. ليشيلو قال ذلك؟ حكى ليشيلو المكيدة ببراعة. الملك غاضب على باكنغوم لأنه هزمه بالمبارزة وأمر الجميع بعدم لقائه والحديث معه. الملكة خالفت الأوامر وأهدته عقد دموع إسبانيا. أسمعت ما قلت؟ سمعا وطاعة يا جلالة الملك، سألبس ما تأمر به. موعدنا في الحفل إذن. آه يا إلهي، لابد أن النبيل ليشيلو قد عرف أنني أعطيت العقد لأخي، لذلك يجب أن أفوت عليه هذه الفرصة وأسترد العقد بأي ثمن. ولكن كيف؟ كيف؟ إذا عرف الملك أن سيدتي قابلت أخاها وتكلمت معه فسيطردها من القصر، هذا إذا لم يأمر بسجنها، والدليل الوحيد للقائها معه هو العقد. معنى هذا علينا أن نحضر هذا العقد مهما كانت الصعاب وغلت التضحيات. سأحضر العقد أعدك. أنت فارس شجاع. لكن علي أن أخبر قائدي. لن يمانع توريبيير إذا علم أن الأمر يخص جلالة الملكة. إذن سأخبره بأنني ذاهب الآن، هيا بنا. هل قلت إنك ستذهب إلى البلاد التي نفي إليها باكنغوم؟ نعم أيها القائد توريبيير، ولكنها بعيدة جدا. أنت مستعد؟ أجل. هكذا أعرفك أيها الفارس البطل، فهيا أسرع بالرحيل لكي تسرع في العودة كذلك، وتذكر أن جلالة الملكة تعتمد عليك في هذه المهمة. أرجو أن تثق بي يا سيدي القائد. ماذا تقولين؟
أرسلت فارسا لأخيها ليأتي بالعقد؟ اسمه دارتنيان يا سيدي، ولكن لا تقلق، سأوقفه مهما كلف ذلك. عهد الفرسان. عهد صداقة دائمة. دارتنيان، لما تريد الذهاب وحدك؟ وهل الصداقة أن تقاتل بمفردك؟ الواحد للكل والكل للواحد. أخبرنا القائد أنك ستذهب في مهمة. القائد أخبركم؟ دارتنيان، إن لك دينا في أعناقنا. أنقذتني من الموت المحقق على يد جوسك المتوحش، وهذا يعني أنك أنقذت شرف فرسان الملك لويس الثالث عشر. وهكذا رحل دارتنيان برفقة الفرسان الثلاثة من أجل العودة بالعقد ولينقذ الملكة من هذه الورطة الكبيرة. باستطاعته أن يأكل ثورا كاملا. الحق في هذا على الملك لويس، فهو كريم مع فرسانه. ها؟ ماذا قلت يا هذا؟ ليس في فرنسا كلها من هو أكرم من سيد ليشيليو، لا لويس. أثرت غضبي، تتجرأ على إهانة جلالة الملك أمام فرسانه؟ لا تصغي إليه يا بورتوس. هيا جرد سيفك. سأجرده لأقطع به لسانك. ومن تكونون أنتم؟ مهما كانوا فاتركوهم لي وارحلوا. ولكن كلام بورتوس صحيح، هيا بنا. والآن يا هذا لنقضي وقتا ممتعا. أظن أنك فعلت هذا عن قصد أيها الرجل، فلماذا فعلت ذلك؟ هيا تحركوا بسرعة. أراميس، لا تخاف يا دارتنيان، سيتولى أمرهم. الجبانان لقد هربا. لكنني هنا. حسنا، والآن أيها السادة المبجلون فلنتحاسب. لقد تركنا بورتوس وأراميس مع الأعداء، ترى هل انتصرا؟ لا تقلق على قوة الفرسان الثلاثة نهائيا، الجميع بخير. أصدقائي سيوف مصنوعة من الفولاذ الذي لا يلين. لم يبقى لي غيرك في هذا المكان. وهناك رجال يقارعون الموت الآن من أجلك، إنهم معك أيضا يا مولاتي. هل نمتم جيدا أيها السادة؟ أجرة الغرفة، احتفظ بالباقي. ما هذا؟ والآن إلى الميناء لنركب سفينة التاسعة. هيا. نقودكم مزيفة. أنتما مزيفان ماكران. ما هذا الكلام؟ دارتنيان كفى، علينا أن نتوجه إلى مكان باكنغهام، أم أنك نسيت المهمة؟ ما تقوله رائع أيها الفارس، تتوجه إلى مكان باكنغهام، أليس صحيحا؟ من أنت أيتها السيدة؟ لا يهمك بقدر ما يهمك أنك لن تستطيع اللحاق بالسفينة، ستنطلق في التاسعة. اذهب والحق بالسفينة، هيا.
ركب السفينة وتوجه إلى حيث يقابل باكنغوم ليعود بالعقد قبل حفل التتويج. هذا هو العقد يا دارتنيان، تفضل. الذكرى التي أعطتني إياها أختي لأتذكرها في غربتي. لن أخاف عليها ما دام حولها أمثالك. شكرا، سأفديها بعمري. وجاء يوم ذكرى التتويج. العربات معدة يا جلالة الملكة. اطمئني يا سيدتي، لابد له أن يصل. مولاي، هناك الكثير من الحضور هذه الليلة. ذكرى التتويج يا ليشيليو. صحيح، ولكنني لا أرى جلالة الملكة تجهز نفسها لتكون نجمة الحفل من دون منازع كعادة كل النساء. لعل الملكة لا تنسى أن تلبس عقد دموع إسبانيا يا صاحب الجلالة والرفعة، لأن المنظر سيكون محرجا. لا تشغل بالك بهذه الأمور أيها النبيل، لأن الملكة لا يمكن لها أن تعصي أوامري. سوف نرى كيف سترتدي الملكة العقد. هل تمت العملية؟ بالتأكيد سيدي. صديق مثل السيف يا بني. لا تتخلى عن صديقك لأنه كالسيف، تذكر ذلك جيدا يا بني. صحيح. جلالة الملكة آن سيدة قصر اللوفر. كيف حصلت عليه؟ مستحيل. دموع إسبانيا أجمل ما رأيت. هل الملكة راضية؟ إنها تشكرك وأنا كذلك. ولكن هذا النجاح ليس لي وحدي، بل لأصدقاء شاركوني فيه. إنهم شجعان مثلك. أجل، لا يهابون الموت في سبيل العدل. وأين هم الآن؟ لماذا لم يأتوا معك؟ لم يأتوا لأنهم لن يأتوا. لقد ضحوا بحياتهم من أجل أن أنجح في مهمتي. يا لهم من مساكين. الصداقة لا تموت يا صديقي. بورتوس، أراميس، أتوس، أهلا بكم يا أصدقائي. وهكذا استطاع دارتنيان برفقة الفرسان الثلاثة أن ينقذوا الملكة آنو من فخ الماكر ليشيلو، وليعش دارتنيان وأصدقاؤه حماة للخير وللعدل.